الإعلامي نزار الفارس. مساء الخير. مساء الورد، مساء السعادة الإعلامية الجميلة الأستاذة نهال طايل المحترمة. أشكرك. طمني عليك الأول، عامل إيه؟ والله أنا كويس بسماع صوتك. أشكرك. كويس بمشاركتي بقناتكم الجميلة اللي أنا أحبها ومتابعها. أشكرك. والحمد لله أنا في أفضل حالاتي. كلمنا عن الزيارة اللي صورتها وشفناها، هل ده انتهاء للخلافات اللي كانت بينك وبين حورية فرغلي؟ نقول بقى الحمد لله الصلح خير. لا هو أكيد الصلح خير، وإحنا يعني للأمانة إحنا ما تصالحنا، أصلا ما في خلاف بيني وبينها للأمانة. يعني أنا متواصل معاها في أزمتها الأخيرة المرضية، بعثت لها وتواصلت معاها وهي طمنتني عن صحتها، وقلت أنا أول ما أنزل مصر أزورها المنزل. بالفعل جيت لمصر وتكرمت بالمهرجان، من بعد المهرجان ثاني يوم رحت لها في زيارة للمنزل، والأمور كلها الحمد لله جيدة، ما في خلاف بيني وبينها، في طيب، بس الحب والاحترام. يعني صفينا كل اللي فات وسوء التفاهم؟ كلها متصفية من زمان الحمد لله والله، والأمور ممتازة، أنا أكين لها كل الحب والاحترام، وهي كذلك مين بادر تحترمني وكذلك بالصلح؟ تحبني. والله ما في أصلا، يعني بصراحة ما في صلح، كان إحنا يعني تواصلنا مع بعض وسألنا على بعض، وهي طمنتني عن صحتها وقلت لها من أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وأسلم عليك، يعني والله ما في صلح، في بس طيب، الحب والاحترام. يعني هو بعد صلحك معاها شفنا نقول تصريح بتقول ان نعم نزار الفارس بكى بدل الدموع نعم دم علشان يتجوزني وانا رفضته، تعليقك على الكلام ده؟ لا طيب هذا الكلام وين؟ انا بكيت بدل الدموع دم، بكيت على الواتساب، بكيت باللقاء، بكيت بالتلفزيون. انا عاوز توضح بس البكاء اين موقعه تحديدا، في الشقه عندها مثلا بكيت على الواتساب. يا حبيبي يا فندم اتمنى توضح بس الدموع فين، انا اموت واعرف فين. طب ما برضه حورية لا فرغلي الكلام نجمه كبيره جدا، تستحق اكيد يعني ان الواحد يبكي بدل الدموع دم فيه وانذار برضه؟ اكيد. ايوه. ايه ده؟ ايوه، خليك جنتلمان كده. يلا اوكي اكيد، انا اتشرف انه ابكي بدل الدموع دم للامانه اتشرف. اول ما شافتك بس هو قالت لك الموضوع مو ايه؟ كده، والله اول ما شافتني على طول باتت خدي الايمن وخدي الايسر وتبعض، ورحنا وسلمنا على بعض بكل احترام وبكل حب، وجلسنا مع بعض ساعه كامله، وانا متواصل معاها الامور جيده جدا. وانت شفتي في فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي اشتهر وانا موجود عندي بالصفحه، عملنا يعني قلنا احنا نحب بعض ونحترم بعض، وما في اي شيء بيني وبينها، في وجودي بالشقه عندها اشوف الحب، اشوف الاحترام، اشوف الاهتمام. طيب، هي انت بتقول راضيه اشوف انسانه الحب كبيره. والاهتمام والصلح جه قبل عيد الحب. في الحقيقه كده يا نزار، احنا احترنا وانتوا حيرتونا معاكم، والمشاهد في الوطن العربي احتار معاكم. هي ايه طبيعه العلاقه ليه بس بينك ليه؟ وبين الفنانه حوريه فرغلي بصراحه ووضوح؟ هي بصراحة أحبها وتحبني وأحترمها وتحترمني، وهذا الكلام اللي قلناه في يعني الفيديو ممكن تتجوزه؟ وضح نفسه ليه؟ ممكن يبقى في جواز؟ شوفي هو الزواج، اسمعيني، هو الزواج اتفضل. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا شيء إلهي لله سبحانه وتعالى. بس أنا اللي أقدر أقول إنه أنا أحب شغلي ومركز في شغلي، هي مركزة في شغلها، وبيني وبينها الحب والاحترام والاهتمام، اسال عليها تسال علي، فالكلام اللي يتقال على شبكات التواصل أيوة. الاجتماعي احيانا يكون هواء في شبك بعيد عن الواقع. الواقع يقول ايش؟ يقول اكو حب واحترام واهتمام. طيب، شكرا. في شخص انا في معين وجودي سمعنا او قرينا نعم ان هو كان دايما نعم مبوظ علاقتك بينك وبين الفنان حورية فرغلي، يعني الشخص ده، هذا نعم ده هذا حقيقي الشيء الكلام صحيح، ده؟ حقيقي. كان ايوه هذا حقيقي، كان رجل موجود وقريب منها جدا ومستفيد للاسف منها، هذا كان يتبوظ مش معايا بس، مبوظ كل الحوارات اللي هي معاها، وهي الحمد لله يعني طردته، خلينا نقول بالمصري طردته ايوه، برا حياتها وطلع برا حياتها، والامور الان جيده ومحترمين بعض ونحترم اسماء بعض، هاي اصل الحكايه، ما في اي خلاف بيني وبينها اطلاقا، هي انسانه راقيه ومحترمه وانا طب حابها شفنا واحترمها تصريح، وتحبني بما انك وتحترمني. معايا فما ينفعش ان انا نعم افوت ان انا اسالك عن التصريح ده. قولي. هي نعم بتقول انك قلت لها ان بيتي اتخرب بسببك، وانك ليه؟ وبتعترف ان هي بتقول انك بتجيد فن التمثيل، انت اللي قلت، وهي قالت انك ليه بيتي بتجيد اتخرب؟ فن يا ساتر التمثيل. يا ساتر، انا بيتي عامر، ليه بيتي اتخرب بسببها؟ ليه؟ مش فاهم ايش؟
انت قلت لها كده سؤال مره ثانيه، هي قالت يعني اقول لها كده ليه وايش السؤال كان؟ بس هي قالت ايه عشان قالت ان انت قلت ان بيتك اتخرب بسببها. بيتي يعني ايه؟ اولا انا يعني مش متجوز، انا ما متزوج خلينا نقول بالعراق عشان بيتي يتخرب بسببها. انا حاليا اعزب في اي بيت اتخرب، مثلا اتخرب بيت ابويا مثلا وبيت امي. مش للدرجه دي يعني. بس ما فيش السؤال. يعني ايه بيتي اتخرب بسببها؟ انا العالم العربي يعرف كله انه انا حاليا ما متزوج، انا لست متزوج. انا حاليا ما متزوج، ايه البيت انخرب؟ بيت امي وابويا اللي انخرب ولا بيتي انا اللي يا سيدي بعد الشر عن امك يعني إيه وابوك؟ الله يخليك. طيب لا لا طب تعال اخدك في حته كده مهنيه بقى. بيقال ان نزار نزار الفارس دايما بيثير الجدل وبيحب يثير الجدل، انت فعلا متهم بده، تردك ايه على ده؟ ردي انه انا اصلا في الحته الاخيره دي انت قولي لي، انت احكمي بالعدل. اتفضل. انا جيت مصر، اتكرمت في مصر، خرجت من مصر، جيت شفت حوريه، اهديت لها مصحف وقلت لها هذا المصحف يحميك من كل شر، وهديت لها ورده جميله لان هي ست جميله، وانا تندمت انه اهديت ورده لحوريه فرغلي، لان هي ورده، كيف الورد يهدي لي ورد؟ انا تندمت، المفروض ما اهدي لها ورده. للامانه. ايوه. لان هي ورده. فوين الغلط في هذا الامر؟ وين إثارة الجدل في هذا الأمر؟ طب ما رحتش ليه تصالح رانيا يوسف زي ما عملت مع الفنانة حورية فرغلي؟ ظروف رانيا يوسف تختلف عن ظروف حورية فرغلي، وأنا أتشرف إنه أصالح رانيا يوسف، وأنا أتشرف إنه أقبل رأس رانيا يوسف. رانيا يوسف فنانة مصرية كبيرة. حقيقي. أنا قلت لك في يوم طلعت معاك حوار قلت لك إيه؟ قلت لك رانيا يوسف من أجمل الناس اللي شاهدتهم في عمري. رانيا يوسف برستيج، رانيا يوسف كاريزما، راني يوسف حضور احترام، هي ست محترمه، وانا اتشرف انه اقبل راس راني يوسف واديها البوكيه ورد، انا اتشرف. طب ايه التطورات بينك وبين المحاكم؟ انتهت؟ أتوصل. انتهت من قبل سنتين يمكن ولا سنه ونص، وما في اي شيء بيني وبينها. وانا احترم واقدر مشوار راني يوسف. راني يوسف يعني فعلا انا احبها واحترمها لان هي فنانه وقيمه وقامه مصريه كبيره. نعم في الحقيقة بس يمكن ما شاءت الظروف، ممكن اشوفها باي مكان اجي اقبل راسها عادي، يعني انا اتشرف انه اقبل راس راني يوسف. في الحقيقة نزار نورتني وشرفتني، وكانت ردودك في منتهى الذوق وتقديرك للفن المصري واضح جدا، نورتني وشرفتني. ده كده موضوع الاعلامي نزار الفارس، يمكن كل الاحترام لكل الاعلام العربي، لأننا مدركين جيدا أن مصر منصة وقبلة كل ناجح في الوطن العربي. بعتولي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على بيج البرنامج اللي باسم نيهال طايل على الفيسبوك، أو على بيج البرنامج اللي باسم نيهال طايل على الانستجرام. دي البيج بتاعتي على الفيسبوك، ودي البيج الموثقة على الانستجرام.